السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ هشام البقالي، أستاذ مادة علوم الحياة والأرض بالثانوي الإعدادية القاضي عياض، التابعة للأكاديمية الجوية العيون الساقية الحمراء. إذن اليوم سوف نتطرق إلى الدعم والتثبيت في الجزء الأول الوحدة السادسة، ويتكلم على الجهاز العصبي والجهاز العضلي. إذن فيما يخص الجهاز العصبي، سوف نتكلم على ثلاث وحدات، وهي الحساسية الشعورية، التحركية الإرادية، ثم أفعال لا إرادية أو التحركية لا إرادية. إذن بالنسبة للحساسية الشعورية، كما تعلمون بأن هناك مجموعة من الأعضاء الحسية، إذن هناك أعضاء حسية، تقريبا 5 أعضاء حسية، وكل عضو حسي لديه حاسة معينة. إذا لما نتكلم على الأذن، فبالنسبة للحاسة هي السمع، ثم بالنسبة للجلد الحاسة هي اللمس، ثم لدينا العين الحاسة هي الإبصار، ثم الشم بالنسبة للأنف، وأخيرا الذوق بالنسبة للسان. إذا هناك 5 حواس بالنسبة للحساسية الشعورية. إذا ماذا نستنتج هنا؟ يتواصل الإنسان مع الوسط الخارجي، إذا كيتواصل الإنسان مع الوسط الخارجي باستعمال هذه الحواس، يعني أعضاء الحس التي تمكنه من التقاط مختلف الإشارات والمعلومات. إذا هذه الإشارات وهذه المعلومات يحولها إلى إدراكات وإلى إحساسات. الحساسية الشعورية، إذا أولا سوف نتكلم على ما هي الأعضاء المتدخلة في الحساسية الشعورية. إذا كنعطيو مثال مثلا، لأن لما نتكلم على الأعضاء هناك الجلد كعضو، الأنف كعضو، اللسان كعضو، العين كعضو، إلى غير ذلك. إذا سوف نتكلم في المثال هنا، لدينا حساسية الإبصار، وسوف نطبق هذا المثال على جميع الأمثلة الأخرى. إذا كما تعلمون العين هو عضو حسي، إذا العين هو عضو حسي في حساسية الإبصار. كما درستم في مكونات العين، هناك يعني القرنية، الرطوبة الزجاجية، ثم الرطوبة المائية، إلى غير ذلك. إذا هذه كلها مكونات تكون العين. إذا كملاحظات سريرية وتجارب، لاحظوا معي هنا، يفقد الشخص بصره إثر إصابته بمرض جرثومي أو إثر تعرضه لحادثة في عيني. إذا هنا يمكن أن الإنسان يفقد البصر ديالو إذا تعرض يعني تعرض لإصابة بمرض جرثومي أو إثر تعرضه لحادثة في عيني عفوا. ثم يفقد الشخص بصره كليا أو جزئيا إثر إصابته بصدمة شديدة في مؤخرة رأسه، يعني في المنطقة القفوية، وبالتالي يمكن أن نتكلم هنا على أيضا على عدم القدرة على الإبصار. ثم إن قطع العصبين، إذا قطع العصبين البصريين اللذين يربطان العين بالمخ لحيوان يؤدي إلى العمى. إذا هناك 3 احتمالات لأن يصاب الشخص بالعمى، ليس احتمال أنه يعني يصاب فقط في العين، فهناك 3 احتمالات، إما أن يصاب في العين أو يصاب في العصبين البصريين أو في المنطقة القفوية. إذا كاستنتاج، تتطلب الحساسية الشعورية، إذا الحساسية الشعورية تتطلب مثلا هنا في حساسية الإبصار تدخل وسلامة الأعضاء التالية. إذا لاحظوا معي، لدينا العين، ثم العصبان البصريان، وأخيرا المخ. إذا 3 أعضاء مهمة ضرورية في تدخل في الحساسية الشعورية. نفس الشيء مثلا إذا تكلمنا على حاسة اللمس، مثلا إذا حاسة اللمس سوف تتطلب الجلد، العصب طبيعة الحال الذي ينقص السيولة العصبية إلى غير ذلك، ثم المخ الذي يحلل السيولة العصبية، سوف نتكلم على ذلك نعم. إذا الاستنتاج، تستقبل العين الضوء من الأشياء المضاءة، إذا فهو عضو حسي، إذا كتعتبر العين عضو حسي، يعني مستقبل حسي. يخترق الضوء المهيج، إذا كيخترق الضوء بطبيعة الحال اللي هو المهيج، كيخترق الأوساط الشفافة المكونة للعين، والتي تلعب دور عدسة مجمعة توصل الضوء إلى الشبكية التي تحتوي على خلايا تتأثر بالضوء، كتسمى يعني مستقبلات حسية، يعني تتستقبل ذاك الضوء وكتحوله إلى واحد لو ميساج، يعني لواحد الرسالة كتسمى بالسيولة العصبية. تتولد على مستوى الشبكية رسالة عصبية كتسمى
بالسيوله العصبيه، وهنا غنتكلموا على السيوله العصبيه الحسيه لاننا نتكلم على الحساسيه الشعوريه. اذا ما هو دور العصب البصري؟ اذا الدور ديال العصب البصري شنو هو؟ انت تكلمنا على العين كمستقبل حسي يستقبل الضوء يعني كمهيج او كاشاره، ثم يحول هذا الضوء الى سيوله عصبيه حسيه. الان غنتكلموا على العصب العصب البصري. اذا لاحظوا معي لدينا بطبيعه الحال في بكل عين مرتبط بعصب بصري، هنا كاين واحد النقطه ديال يعني انعطاف بين العصبين البصري لا سواء الايمن ولا سواء الايسر. اذا كل عصب يتجه الى منطقه معينه، وهذا العصب البصري اكيد الدور ديالو هو نقل السياله العصبيه بطبيعه الحال الحسيه الى المخ من اجل معالجتها وادراك يعني الشيء. اذا هذا كرسم تخطيطي يبرز الارتباطات الشرحيه بين العينين والمخ. ثم دور الالياف العصبيه في نقل السياله العصبيه، لان العصب البصري هو واحد العصب يحتوي على مجموعه من الالياف العصبيه الحسيه المسؤوله عن نقل السياله العصبيه الحسيه. اذا كاستنتاج تنقل الالياف العصبيه الحسيه الموجوده بالعصب البصري السياله العصبيه في اتجاه المخ. اذا كتنقل هذه السياله العصبيه في اتجاه المخ. ما هو دور المخ؟ اذا لاحظوا معي اولا غنتكلموا على المخ شنو هو. قبل ما نتكلموا على المخ او كنشوفوا الدماغ، لاحظوا معي الدماغ. الدماغ يتكون من ثلاثه اجزاء مهمه، وهي المخ كالجزء الاكبر، ثم المخيخ، واخيرا البصله السيسائيه. اذا هذه صوره للملاحظه الخارجيه للدماغ. لاحظوا معي عندنا مقطع طولي للدماغ، اذا واحد المقطع كيفاش يعني كيبان الدماغ، يعني مقطع طولي. كما تلاحظوا معايا فان المخ هو كيحتوي على واحد المجموعه من التلافيف وايضا اللون ديالو تيكون تقريبا لون وردي لان غني بالشعيرات والعروق الدمويه. ثم هنا مقطع عرضي للمخ، اذا هذا كيتسمى مقطع عرضي للدماغ عفوا. اذا لاحظوا معي بالنسبه للمخ هنا كيتكون من جوج ديال المادات، عندنا الماده الرماديه والماده البيضاء. اذا غير باش نفهموا، بالنسبه للماده البيضاء هي الماده الداخليه او التي توجد في مركز المخ، الماده الرماديه هي الماده التي محيطه يعني توجد في القشره المخيه للمخ. اذا الماده الرماديه والماده البيضاء، اذا يجب ان يعني نعقلوا على هاد جوج المواد لان غنتكلموا عليهم بزاف. اذا الماده الرماديه قلنا هي الماده التي توجد في القشره المخيه، والماده البيضاء هي الماده المركزيه توجد في وسط المخ. اذا شنو هي الماده البيضاء والماده الرماديه؟ سوف نتكلم عليها لاحقا. يتكون الدماغ من، اذا الدماغ ككل كيتكون من المخ والمخيخ والبصله السيسائيه. ينقسم المخ، قلنا اذا المخ كينقسم لجوج الى نصفي كره مخيه. اذا عندنا نصف ايمن وعندنا نصف ايسر، اذا نصف ايمن ونصف ايسر. ثم قلنا يكس سطحه تلافيف متطوره ومتعدده. هنا غير الاشاره، فان بالنسبه للمخ قلنا فيه نصف ايمن ونصف ايسر. لماذا؟ لان كل نصف يتحكم في نصف الجسم معين. اذا قلنا، اذا هذه ملحوظه، إذا قلنا ان مثلا النصف الايمن للكره المخيه فهو يتحكم في نصف الجسم الايسر، والعكس صحيح. اذا هذه كملحوظه، خذوها كملحوظه. هنا عندنا واحد تقنيه التصوير المخي اللي كاين نعلم ما هي المنطقه المسؤوله على يعني معالجه السيوله العصبيه الوارده مثلا من العين. هنا تبين الملاحظه المباشره لمخ انسان يستعمل حاسه الابصار، وجود منطقة نشيطة في الفصل القفوي. إذا عندما نطبق هذه التقنية نرى بأن المنطقة القفوية للإنسان هي التي تشتغل في حاسة الإبصار، وبالتالي يمكن أن نستنتج بأن المنطقة القفوية توجد بها منطقة مسؤولة عن معالجة السيولة العصبية الحسية الواردة من العين. إذا كاستنتاج توجد في الفص القفوي من المخ منطقة تحلل السيولة العصبية وتحدد طبيعة الإحساس، بين قوسين يعني رؤية للصورة الملاحظة.
تسمى هذه المنطقة بالباحة البصرية. إذن هذه المنطقة نسميها بالباحة البصرية. كخلاصة يعني هنا سوف نقوم يعني بتلخيص ما درسنا الآن. إذن شنو هي الأعضاء المتدخلة في الحساسية الشعورية؟ هنا كمثال بالنسبة لحساسية الإبصار، لاحظوا معي. إذن عفوا، تستوجب الحساسية الشعورية تدخل العناصر التالية. إذن لكي تكون الحساسية الشعورية يعني نشاط عصبي، نشاط عصبي بطبيعة الحال يمكننا من إدراك واستقبال إشارات معينة. إذن هنا لدينا مهيج اللي هو الضوء. مثلا إذا كنا تكلمنا على اللمس، شكون هو اللي غيكون المهيج؟ ممكن تكون الحرارة، ممكن تكون البرودة إلى غير ذلك. الآن تنتكلموا على المثال ديال الحساسية ديال عفوا ديال حساسية الإبصار أو حساسة الإبصار. إذا الضوء كمهيج، هذا المهيج بطبيعة الحال يخترق المستقبل الحسي الذي يحول هذه الإشارة إلى ماذا؟ إلى سيالة عصبية حسية. إلى سيالة عصبية حسية تنتقل بواسطة الموصل الحسي. هنا تنتكلم على الألياف العصبية الحسية، الألياف العصبية الحسية المسؤولة عن نقل السيالة العصبية الحسية إلى المركز العصبي الحسي، يعني لو سونتر، يعني واحد المركز فين غادي تعالج هذيك السيالة العصبية الحسية. فهاد المثال ديال الإبصار كنتكلموا على الباحة البصرية، لأن المخ ديالنا فهو مجزأ مقسم إلى باحات ومناطق متخصصة. لما كنتكلموا مثلا على السمع غنتكلموا على باحة السمع، لما غنتكلموا على اللمس غنتكلموا على باحة الحساسية العامة، لما غنتكلموا على الإبصار إلى غير ذلك. إذن هناك مناطق، كل منطقة فهي مسؤولة على معالجة السيالة العصبية الحسية. إذن استنتاج، توجد بالقشرة المخية. إذن هنا نرجع للمادة الرمادية، قلنا اللي بطبيعة الحال هي واحد المنطقة كما تنقولوا احنا. المادة الرمادية توجد بالقشرة المخية، والقشرة المخية هي المجزأة إلى باحات، مجزأة إلى باحات. إذن هنا مناطق متخصصة في تحليل السيالة العصبية الواردة من عضو حسي معين تسمى بالباحات الحسية. إذن هنا غنتكلموا على النشاط العصبي الثاني. سوف نتكلم على التحركية الإرادية، إذن لو موفمون فولونتير. هنا غادي نحاولوا بحال نعطيو إشكالية. إذن فتح الباب، نريد أن نفتح الباب، الاتجاه نحو الإبريق، حمل الإبريق. إذن هذه كلها تسمى بأفعال إرادية، إذن حركات إرادية تنسميها بنشاط عصبي يسمى بالتحركية الإرادية. إذن تبقى التساؤل، ما هي الأعضاء المتدخلة في التحركية الإرادية؟ كما درسنا بالنسبة للحساسية الشعورية، شنو هي الأعضاء المتدخلة في التحركية الإرادية؟ إذن التحركية الإرادية قلنا هنا نشوفوا معطيات سريرية. إذن ملاحظات سريرية وتجارب، لاحظوا معي. إذا خرب مخ ضفدعات تصبح عاجزة عن القيام بأي حركة إرادية. إذن هنا خدينا ضفدعة، خربنا لها الدماغ ديالها. طبيعة الحال هاد الضفدعة لن تتأثر بحضور العدو مثلا كالكلب، ولن ترتمي على فريستها. إذن هنا إذن هاد الضفدعة لن تقوم بإنجاز حركة إرادية، وبالتالي فهنا يمكن استنتاج بأن الدماغ لديه هو المركز العصبي طبيعة الحال الحركي لهذا النشاط العصبي. إثر حادثة سير نتج عنها قطع النخاع الشوكي. إذا النخاع الشوكي لا كولون فيرتيبرال، النخاع الشوكي هو ذاك السنسور ديال الظهر اللي كيكون في الظهر، كاين في وسط منه النخاع الشوكي. قلنا قطع النخاع الشوكي لشخص أدى إلى إصابة هذا الأخير بالشلل. إذن ما تقاس هذا السيد في النخاع الشوكي أصيب بالشلل، أصيب بالشلل، وبالتالي ممكن أن نتكلم بأن النخاع الشوكي له دور مهم في التحركية الإرادية. إذن هو عضو أساسي في هذه المسألة.
ثم عند قطع العصب الوراكي اذا قطعنا العصب الوراكي شنو هو العصب الوراكي؟ هو السياتيك هو لونير سياتيك العصب الوراكي مرتبط باعضاء السفلى اذا يعني خارج من النخاع الشوكي ثم كينزل الى الاعضاء السفلى. اذا قطعنا عند قطع العصب الوراكي اثر حادثه يفقد الشخص القدره على تحريك الطرف السفلي اذا كيفقد الحركه تماما في ذاك المنطقه اللي مربوطه بذاك العصب الوراكي، وبالتالي العصب الوراكي له دور مهم في التحركيه الاراديه العصب الوراكي سكون نابيل لو نير سياتيك، تنسمعوا حتى بداك الامراض السياتيك علاش السياتيك اكسيتيرا، دونك لان السياتيك او العصب الوراكي ضروري في التحركيه الاراديه. ثم عند القيام بحركات اراديه اذا فعل ارادي تتمدد وتتقلص مجموعه من العضلات، الوغ هنا تنتكلموا على العضلات كمستجيبات حركيه او كعضو مستجيب. اذا العضلات ضروريه للقيام بالفعل الارادي لان العضله هي التي تنجز الحركه التي تنجز الفعل يعني الارادي. اذا كاستنتاج تستلزم التحركيه الاراديه تدخل وسلامه الاعضاء التاليه، اذا المخ، النخاع الشوكي، الاعصاب والعضلات. اذا هذو مجموعه من الاعضاء ضروريه في الفعل الارادي. كيف تتم التحركيه الاراديه؟ اذا هنا لاحظوا معي مثلا عندنا في واحد الصوره للمخ، اذا تصوير مخ انسان يقوم بتحريك اصابع يده اليمنى. اذا امام المخ الخلف ديالو لاحظوا معي بان عندنا نصف كره مخيه ايسر اكيد عفوا ايمن ثم ايسر لان الامام والخلف، اذا هذا غادي يكون ايمن وهذا غيكون ايسر. هنا هذه المنطقه كما تلاحظوا معايا نصف المخ الكره المخيه الايسر، هذه المنطقه كنلاحظوا بان الصبيب الدموي مرتفع، خاصه هذه المنطقه كنسميوها بالباحه الحركيه المسؤوله عن الفعل الارادي، يعني هي اللي كترسل او كتنشا على مستواها السياله العصبيه الحركيه النابضه لان جايها من المركز، دونك هي اللي كتنشا على مستوى هذه المنطقه، وبالتالي هنا كتنشا على مستوى الكره النصفيه اليسرى، فان الحركه سوف تتم على اليد اليمنى لان ذكرنا سابقا بان قلنا دائما نصف الكره المخيه الايمن يتحكم في نصف الجسم الايسر والعكس صحيح. اذا يحتوي المخ على مركز عصبي هو مصدر النشاط الارادي عفوا، يوجد بمنطقه امام شق رولاندو، اذا كاين واحد الشق كيتسمى شق رولاندو هو اللي كيفصل واحد جوج ديال الباحات، الباحه الحركيه والباحه الحساسيه العامه. اذا في نصف الكره المخيه تسمى هذه المنطقه بالباحه الحركيه. اذا لاحظوا معي في هذه الصوره وهنا مجموعه من الباحات الحسيه، اذا تكلمنا عليهم سابقا قلنا باحات الحساسيه العامه الباحه الحركيه، غير هنا بالنسبه للصوره بالنسبه للصوره راه الشق الامامي او المنطقه الاماميه هي هذه، وهذه المنطقه الخلفيه لان باش توضحوا الرؤيه. اذا عندنا شق رولاندو كيفصل ما بين الباحه الحركيه وباحه الحساسيه العامه، اذا هنا باحه الشم اكسيتيرا باحه السمع الى غير ذلك. اذا تموضع مختلف الباحات على قشره المخيه كملحوظه تتحكم الباحه الحركيه اليمنى في التحركيه الاراديه لنصف الجسم الايسر والعكس صحيح. اذا شرنا لها في الحساسيه الشعوريه والان كنشيروا لها ايضا في التحركيه الاراديه. اذا خلاصه هنا لاحظوا معي، اذا تستلزم التحركيه الاراديه تدخل العناصر التاليه: مركز عصبي حركي، اذا المركز العصبي الحركي هنا كنتكلموا على الباحه الحركيه الموجوده قلنا امام شق رولاندو عفوا. اذا هنا اذا المركز العصبي الحركي قلنا تتولد على مستوى السيوله العصبيه الحركيه وخاصه النابضه لان قلنا جايه من المركز، العكس ديال الحساس ديال السيوله العصبيه الحسيه اللي تنسموا عليها السيوله العصبيه المركزيه. اذا خصنا نفهموا هذه الكلمات لان ممكن نلقاوهم في امتحانات الى غير ذلك، دونك خصنا نستوعبوهم. اذا من تنقولوا السياله العصبيه الحركيه النابضه، النابضه يعني جايه من المركز العصبي مفهوم. اذا المركز العصبي الحركي قلنا هو الباحه الحركيه المسؤوله على انشاء السيوله العصبيه الحركيه النابضه. الموصل الحركي اكيد يحتوي على الالياف العصبيه الحركيه المسؤوله على نقل السيوله العصبيه الحركيه النابضه.
ثم اخيرا المستجيب الحركي اللي هو العضله. العضله اذا تستجيب العضله بتقلصها عند استقبالها للسيره العصبيه الحركيه فتنجز الحركه. اذا الان سوف نمر الى اشكاليه اخرى وهي سحب اليد بسرعه. اذا سحب اليد بسرعه مثلا نريد ان نلمس ابريق او يعني نقوم بسكب الشاي الى غير ذلك. هنا عندما يكون الابريق يعني حرارته جد مرتفعه اذا هنا الفعل سوف يكون فعل لا ارادي، سوف يكون سحب اليد بسرعه تجنبا اكيد للاحتراق. اذا هنا نتكلم على تحركيه لا اراديه او ما يسمى بالانعكاس، اذا انعكاس الشوكي. ما هي الاعضاء المتدخله في الانعكاسات الشوكيه وما هو دورها؟ اذا هنا سوف نتكلم على دراسات الانعكاسات عند ضفدعه شوكيه. اذا ماذا نقصد بضفدعه شوكيه؟ لاحظوا معي بان مثلا عندما تكون لدينا ضفدعه سليمه عند الاقتراب اليها سوف يعني تتحرك مزيان. اذا هنا نقوم بتخريب دماغها، اذا الدماغ ديالها نقوم بتخريبه بواسطه ابره ندخلها في الدماغ ثم نخرب هذا الدماغ فنحصل على ضفدعه شوكيه. ما معنى ضفدعه شوكيه؟ هي ضفدعه مخربه الدماغ، يعني لا يوجد بها دماغ ولكن لا زالت حيه. اذا تجارب تهيج رجل الضفدعه الشوكيه، اذا هذه ديجا ضفدعه شوكيه يعني مخربه الدماغ، بواسطه حمض مخفف. عندنا واحد الحمض مخفف الى درناه للضفدعه وخا تكون غير شوكيه سوف تقوم برده فعل، مفهوم؟ اذا شنو هي النتائج؟ ثاني الطرف المهيج، اذا لما قربنا لهذاك الحمض المخفف هزات رجليها، دونك كاين واحد كما تنقولوا حنا ثاني الطرف يعني قامت بثاني طرفها. وبالتالي ماذا نستنتج هنا؟ رغم ان الضفدعه مخربه الدماغ يعني ليس لها دماغ ولكن قامت برده فعل، هذه رده الفعل كنسميها برده فعل لا اراديه. وبالتالي هنا ماذا نستنتج؟ بان الدماغ لا يتدخل في الفعل اللا ارادي يعني في الانعكاس الشوكي، يعني الدماغ ما كيتدخلش. شكون اللي تيتدخل هنا؟ اذا غنتكلموا بيان سير هو النخاع، اكيد النخاع الشوكي. هنا التجربه الثانيه تخدير الرجل، اذا تقوم لانستيزي تنديروا يعني تنخدروا هاد الرجل، تخدير الرجل ضفدعه شوكيه بواسطه الايثير ثم نهيجها بواسطه حمض مخفف، يعني مخفف عفوا. هنا ماذا نلاحظ؟ غياب اي رد فعل، اذا ما عندها ما كديرش واحد لو ريفلكس، ما كديرش رده الفعل. هنا ماذا نستنتج؟ بان شكون العضو الثاني اللي كيتدخل في هذه العمليه؟ يتدخل الجلد. اذا الجلد لما خدرنا ما بقاش كيحس بداك يعني داك الحمض المخفف يعني داك الاشاره، وبالتالي يتدخل الجلد في الانعكاس كمستقبل حسي. كمستقبل حسي. هنا التجربه المواليه نقطع العصب الوراكي، اذا العصب قلنا الوراكي هو العصب اللي كيربط يعني من النخاع الشوكي نحو الاعضاء او الاطراف السفلى. اذا عند ضفدعه شوكيه ثم نهيج رجلها بحمض مخفف غياب اي رد فعل، اذا واخا هنا فاش قطعنا العصب كان غياب رد فعل ديال ذاك الطرف. هنا اذا شنو كنستنتج؟ بان العصب الوراكي يتدخل في الانعكاس الشوكي ضروري من اجل الفعل لا ارادي. ثم نهيج النهايه المركزيه للعصب الوراكي للطرف الايسر. هذا غادي نتعرفوا على جوج تجارب مزيان في تجربه بال وماجندي لان غتوضح لينا مزيان هاد يعني النهايه اكسترا المركزيه او المحيطيه نخليوها. اذا هنا تخريب النخاع الشوكي وتهيج الطرف بالحمض غياب اي رده فعل، اذا ممكن نقول بان النخاع الشوكي هو ضروري لهاد الفعل اللا ارادي. ثم اخيرا قطع العضله عضله الفخذ عند ضفدعه شوكيه ثم تهيج طرفها بالحمض. هنا قطعنا العضله يعني ما بقاش العضله اكيد راه هي عضو مستجيب يعني كتستجيب الحركه، وبالتالي غياب اي رد فعل هنا تتدخل العضلات الانعكاس كمستجيب حركي. اذا كاستنتاج ماذا نستنتج هنا؟ هنا عندنا مهيج، اذا عضو حسي يستقبل الاهاجه ثم تتوالى السيوله العصبيه الحسيه المركزيه. موصل حسي اكيد قلنا يحتوي على الالياف العصبيه الحسيه ومسؤول عن نقل السيوله العصبيه الحسيه. النخاع الشوكي وهو مركز الانعكاس، يعني الدور ديالو في هذه الحاله اكيد هو
يعني كما تنقولوا تحويل السيولة العصبية الحسية إلى سيولة عصبية حركية، يعني كيعكس هذيك السيولة. ثم كنرجعوا الموصل الحركي اللي في هذه الحالة ناقل السيولة العصبية الحركية، ومستجيب حركي اللي هو العضلة، إذن من أجل تنفيذ الحركة يعني إنجاز الحركي. إذن هذه الأعضاء المتدخلة في الفعل اللا إرادي أو في الانعكاس الشوكي. إذن قلنا عضو حسي، موصل حسي، النخاع الشوكي، موصل حركي، وأخيرا مستجيب حركي. إذن البنيات المسؤولة على الانعكاس هنا غادي نتكلموا على، لاحظوا معي هنا المركز ديال النخاع الشوكي، مركز النخاع الشوكي، وهو مركز يحتوي على مادة رمادية، العكس ديال المخ اللي كنا كنتكلموا بأن المخ في المركز، يعني في المركز ديال المخ كاين المادة البيضاء، داكوغ، ومحيطة به يعني في القشرة المخية كاين المادة الرمادية، مفهوم؟ الآن ملي غنتكلموا على النخاع الشوكي كاين العكس، إذا في الوسط ديال النخاع الشوكي المادة الرمادية ومحيطة به المادة البيضاء، إذن ماذا نقصد بالمادة الرمادية؟ لاحظوا معي، تبين ملاحظة النخاع الشوكي بواسطة المجهر أن المادة الرمادية تتكون من أجسام خلوية، وهذه الأخيرة تحتوي على نواة وغشاء سيتوبلازم وسيتوبلازم إلى غير ذلك، مفهوم؟ إذن لاحظوا معي أجسام خلوية، هنا نتكلم على يعني واحد الأجسام خلوية المكونة للخلايا العصبية، وأيضا تتكون لنا المادة الرمادية. ثم لدينا المادة البيضاء، إذا المادة البيضاء هي المكونة للألياف العصبية، إذا كتكون من المحورات إلى غير ذلك. فهنا سوف نتكلم على الخلية العصبية، إذا ماذا نقصد بالخلية العصبية؟ لاحظوا معي، أولا الجهاز العصبي، الجهاز العصبي، الجهاز العصبي يتكون من خلايا، أكيد هنا نتكلم عن الخلايا العصبية، وكما ملحوظة الخلايا الوحيدة اللي في الجسم التي لا تتجدد، لا تتجدد، هي الخلايا العصبية. جميع خلايا الجسم تقريبا تتجدد، يعني تتكاثر، تتجدد، ولكن الخلايا الوحيدة التي لا تتجدد هي الخلايا العصبية. وبالتالي ممكن هنا تنتكلموا على مجموعة من الأمراض بحال مرض باركنسون، مرض الزهايمر إلى غير ذلك. يعني الإنسان كل ما تيكبر كل ما تيفقد هاد الخلايا العصبية، وبالتالي فهو يصاب بأمراض عصبية، متفقين؟ إذن لا ما علينا، نرجعوا الخلية العصبية. الخلية العصبية أولا تتكون من جسم خلوي، لاحظوا معي الجسم الخلوي الذي يتكون من مجموعة من المكونات كتفرعات سيتوبلازمية، سيتوبلازم والنواة. هذا الجزء هذا يعني تكون بلوز موان طويل، يعني طويل جدا، فتتسمى بالمادة، عفوا كتسمى بالمحورة، كتسمى لاكسون المحورة، ثم أخيرا تشجر النهائي، تشجر النهائي سوف نتكلم عليه إن شاء الله في الجهاز العضلي. إذن هذه كلها تسمى الخلية العصبية. الآن نرجع للمادة الرمادية والمادة البيضاء. لاحظوا معي بالنسبة للخلية العصبية تنقسم إلى جزئين، الجزء هذا كنسميه المادة الرمادية وكيتكون من الأجسام الخلوية، متفقين؟ هذا الجزء اللي بقى لي اللي فيه المحورة كتكون من المادة البيضاء، وأكيد المحورة حتى هي كتعطينا الألياف العصبية لا سواء الحركية ولا الحسية. إذن الآن غنتكلموا على تجارب ماجندي، اذا اللي كنا تكلمنا عليها سابقا خدكم غادي نشوفوا تجارب ماجندي باش نفهموا اكثر يعني الانعكاس الشوكي وخاصه قوس الانعكاس. اذا التجارب قطع العصب السيسائي، كلشي غادي تسال ما هو العصب السيسائي. اذا العصب السيسائي بطبيعه الحال كيربط النخاع الشوكي، كيربط النخاع الشوكي، كاين اللي كيربطو من الجهه اليمنى كيربط من الجهه اليسرى. إذن باش نزيدو نفهمو أكثر غادي نشوفوه، لاحظوا معي، إذن لاحظوا معي النخاع الشوكي، مفهوم؟ إذن لدينا في المركز المادة الرمادية ومحيطة بها المادة البيضاء. هنا نتكلم على يعني كاين واحد العصب كيتسمى عصب سيسائي، مفهوم؟ هذا العصب السيسائي كيربط جوج ديال، عندنا جذر خلفي
وعندنا جذر امامي متفقين. اذا لاحظوا معي دونك عصب سيسائي جذر خلفي ثم جذر امامي. اذا الى قطعنا العصب السيسائي قطعناه بحال هكا هذه التجربه ديال ماجيندي شنو غنستنتجوا؟ لاحظوا معي اذا شلل المنطقه المعصوبه بهذا العصب وفقد الحساسيه تشلت وفقدت الحساسيه ماذا نستنتج؟ بان العصب السيسائي كيلعب جوج الادوار. اولا كينقل السيوله العصبيه الحسيه لان هنا كاينه حساسيه شعوريه يعني كاين حساسيه ثم كيفقد الحركيه اذا كيلعب دور موصل حركي وبالتالي نقول بانه عصب مختلط مخلط ميكس داكور. اذا هنا عندنا قطع الجذر الامامي نرجعوا للوثيقه باش نفهموا شنو هو الجذر الامامي. لاحظوا معي اذا كاين الجذر الامامي وهذا كاين الجذر الخلفي وهذا. اذا قطعنا حنا غير في الجذر خلينا التجربه قطعنا في الجذر الامامي صافي. اذا لاحظوا معي الجذر الامامي نرجعوا دابا للجدول. اذا لاحظوا معي قطع الجذر الامامي اولا كنديروا جوج تجارب هنا تهيج الجزء المحيطي ثم التجربه الثانيه تهيج الجزء المركزي. اذا شنو الفرق بيناتهم؟ اولا عند قطع الجذر الامامي شنو تلاحظوا؟ شلل العضلات المعصوبه بوسط الالياف هذا الجذر مع الاحتفاظ بالحساسيه. اذا الحساسيه كاينه ولكن الحركه ما بقاتش. اذا الجذر الامامي اش كيلعب؟ كيلعب موصل حركي لان ما بقاتش الحركه متفقين. الا قطعناه راه ما بقاتش الحركه وبالتالي كنقولوا بان الجذر الامامي يلعب دور موصل حركي. اذا يحتوي الجذر الامامي على الياف حركيه فوالا دونك لانه ينقص السيوله العصبيه الحركيه. الان التجربه الثانيه اذا بلا ما نزيدو نوضحوا هنا راه باينه دونك الجذر الامامي راه واضح. الجذر الخلفي نفس الشيء. اذا قطعنا الجذر الخلفي شنو غنلاحظوا؟ فقدان حساسيه المنطقه. اذا الحساسيه ما بقاتش ولكن الحركه راه كاينه الى 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 هيجنا مثلا هذا فقدان حساسيه المنطقه المعصوبه بوسط الياف هذا الجذر مع الاحتفاظ بالحركيه. اذا ماذا يمكن ان نقول؟ بان هذا الجذر الخلفي يلعب دور موصل حسي. اذا يحتوي الجذر الخلفي على الالياف العصبيه حسيه فوالا. اذا لاحظوا معي هنا الجذر الخلفي الجذر الامامي العصب السيسائي. الان غنتكلموا على قوس الانعكاس لاغ دو ريفلكس. لاحظوا معي شنو هما الاعضاء المتدخله في في الانعكاس الشوكي؟ عندنا خمسه قلنا مستقبل حسي وهذا عضو حسي موصل حسي مركز الانعكاس موصل حركي عضو مستجيب متفقين. اذا لاحظوا معي في الجلد عندما نقوم مثلا بإهاجة الجلد يعني مثلا هنا إهاجة بواسطة المسمار لأن أكيد كنتكلموا على تحركية لا إرادية كتنشأ على مستواه السيولة العصبية حسية مركزية تنتقل بواسطة الألياف العصبية الحسية التي تمر من العصب السيسائي كعصب مختلط ثم الجذر الخلفي لاحظوا معي وهذا ثم الى المركز الانعكاس وخاصة في المادة الرمادية حيث توجد عصب الرابطة. هذه العصب الرابطة شنو الدور ديالها؟ هو تحويل السيولة العصبية الحسية الى السيولة العصبية حركية. بعد ذلك تنتقل هذه السيولة العصبية الحركية بواسطة الالياف العصبية الحركية من الجذر الامامي الى العصب السيسائي الى العضلة وبالتالي هذا ما يسمى بقوس الانعكاس لاكتو ريفلكس. متفقين؟ إذا هذه تجربة ماجندي. هنا كملحوظة بالنسبة للجذر الأمامي مع الجذر الخلفي كيكون داك الاختلاف في التمارين باش نحاولوا أننا نفرقوا بيناتهم بهذه العقدة الشوكية. الجذر الخلفي فيه العقدة الشوكية الأمامي ما فيه شيء. متفقين؟ إذا فوالا. إذا سوف نمر إلى الجهاز العضلي. إذا انهينا الجهاز العصبي الآن غنتكلموا على الجهاز العضلي. اذا المقطع لاحظوا معي غنتكلموا على خاصيه العضله الهيكليه. المقطع الثاني بنيه العضله الهيكليه ومتطلبات التقلصات العضلي. اذا الجهاز العضلي لاحظوا معي كمقدمه او كوضعيه انطلاق يعني تنفذ الحركات الاراديه واللا اراديه بواسطه العضلات وهذا شيء مفروغ منه. العضلات المرتبطه بالهيكل العظمي تسمى بالعضلات الهيكليه. إذا العضلات اللي مرتبطة بالهيكل العظمي ديالنا كتسمى بالعضلات الهيكلية لأن الجسم ديالنا كيحتوي على ثلاثة أنواع العضلات. هناك العضلات القلبية يعني مسؤولة فقط على القلب لأنها تتحرك دائما
كاين العضلات الملساء كنتكلموا على الجهاز خاصه كنتكلموا على الامعاء وكنتكلموا على المعده اذا هادو كيتسببوا بالعضلات الملساء وكاين العضلات الهيكليه اذا شنو هي العضلات الهيكليه هي المرتبطه بالهيكل العظمي متفقين اذا هنا حتى العضلات الهيكليه فيها اشكال وفيها انواع متفقين اذا كاين عضلات غنتكلموا عليهم العضلات الطويله ذات البيض البطن المغزلي الشكل وتحتوي على اوتار الى غير ذلك وكاين عندنا العضلات يعني المسطحه والشريطيه اذا فكيف تحدث هذه كيف تحدث عفوا العضلات الحركات اذا دور العضله الهيكليه في احداث الحركه ثم الكشف عن خاصيات العضله الهيكليه شنو هما الخاصيات خاصيه العضله الهيكليه اذا لاحظوا معي دور العضله الهيكليه في احداث الحركه شنو هو الدور ديالها في احداث الحركه لاحداث الحركه الثني وبسط الساعد اذا باش نثني وباش نبسط الساعد العضله عندنا عضله ثنائيه الراس وعندنا عضله ثلاثيه الراس اذا عندنا عضله ثنائيه الراس وعندنا عضله ثلاثيه الراس هنا غير باش نفهموا بالنسبه للحركه الثني وبسط الساعد لاحظوا معي في هذه جوج ديال الصور هنا كنتكلموا على عضله مثلا عندنا عضله ثنائيه الراس عندما نثني الساعد على عضله ثنائيه الراس ثنائيه الراس يعني تتكون متقلصه تتقلص العضله ثلاثيه الراس تتمدد متفقين في الحركه العكس يعني عكس الحركه يعني بسط الساعد كنتكلموا على عضله ثنائيه الراس متمدده بينما عضله ثلاثيه الراس متقلصه اذا هاد العضلات بجوج شنو كنسميوهم كنسميو عضلتان متعارضتان متعارضين يعني وحده كتكون متقلصه وحده متمدده الا كانت الاخرى متمدده الاخرى كتكون متقلصه تنسميوهم متعارضين متفقين اذا الان غنتكلموا على الكشف عن خاصيه العضله وهاد المساله مهمه جدا اذا خاصيه العضله الهيكليه كاين عندنا ثلاثه احتياجيه القالوصيه المرونه اذا ثلاثه ديال الخاصيات إذا لاحظوا معي ماذا نقصد بالاهتياجية؟ علاش كنتكلموا على العضلة أنها العضلة الهيكلية هي عضلة اهتياجية؟ تتمثل في قدرة العضلة الهيكلية على الاستجابة للإهاجة، يعني قابلية للإهاجة، لما كنهيجوا العضلة راه غادي تهاج، دونك شاش كنقولوا بأن العضلة اهتياجية. إذا على الاستجابة للإهاجة مباشرة المباشرة بواسطة مهيجات عفوا مختلفة، لا سواء كهربائية إذن بالكهرباء أو ميكانيكية أو عن طريق إهاجة العصب الذي يعصبها كنهيجوا هذا العصب وكيتهاج هذه العضلة دونك هادو كيتسموا هنا اونتر بارونتيز هنا كنتكلموا على الألياف العضلية والألياف العضلية هي خلايا عضلية ضخمة جدا في الجسم ديالنا يعني ممكن توصل الطول ديالها لبضع سنتيمترات هذه من جهة ومن جهة أخرى عندها واحد الميزة مهمة أنها تتوفر على النواة وليس نواة جمع ديال النواة والنواة إذا الخلية وحدة كتحتوي على مجموعة من النواة إذا هذا فيما يخص الليف العضلي الليف العصبي إذا كنتكلموا أكيد على الاهتياجية الخاصية الأولى الخاصية الثانية القالوصية إذا خاصية العضلة هي قالوصية ما معنى قالوصية إذا تتمظهر في تقلص العضلة تتقلص العضلة بعد إهاجتها إلى هيجنا العضلة اش كيوقع العضلة تتقلص ينتفخ بطنها كينتفخ البطن ديالها وتتصلب اذا تترجم بانتفاخ وتصلب بطنها مع انخفاض في الطول يعني الطول ديالها تنخفض مثلا هنا هذه العضله الثنائيه الراس مثلا هذه مثلا غير متقلصه هذه متقلصه ممكن شنو الفرق بين هذه وهذه ان العضله يعني كينتفخ البطن ديالها وكتصلب وكينخفض الطول ديالها فوالا اخر خاصيه هي المرونه اذا المرونه ما معنى المرونه تتجلى في إمكانية استرجاع العضلة لطولها الأصلي بعد إلغاء القوة المسببة لتمددها يعني أن العضلة مثلا بحال لاستيك إذا العضلة كتميز بالمرونة إلى جبدناها تتجبد يعني تتجبد إلى خيناها تترجع ماشي كتقلص ترجع إلى طولها الأصلي كترجع للطول ديالها الأصلي ولكن هنا يمكن أن نقول بأن للمرونة المرونة للعضلة عفوا مرونة محدودة ما معنى محدودة يعني ما يمكنناش نعطيوها فوق الطاقة ديالها سينو غيوقع التمزق العضلي وهذا الشيء اللي تيوقع بطبيعة الحال للاعبين كرة القدم ولا الرياضيين بصفة عامة لأن كيعطيو العضلة فوق الطاقة ديالها اش كيوقع العضلة تتمزق حتى نقول حنا تتشرق إذا تمزق العضلة إذا
ماذا نستنتج من خلال هذه الوحدة؟ بأن للعضلة ثلاث خاصيات، وهي أولا قلنا الاهتياجية، المرونة، والقالوسية. إذن ثلاثة ديال الخاصيات. أخيرا غنتكلموا على بنية ومكونات العضلة الهيكلية، متطلبات يعني ثم متطلبات النشاط العضلي. إذن الجهاز العضلي عند الإنسان مكون من ثلاث أصناف من العضلات الهيكلية. في ثلاثة أصناف العضلات الهيكلية، الهيكلية ماشي العضلات بصفة عامة. عفوا. إذن عضلات ذات شكل مغزلي يعني بحال المغزل، عضلات ذات شكل مسطح مثل يعني مسطح، ثم عضلات شريطية طويلة بحال البطن، يعني عضلات مسطحة صدر وعضلات شريطية. جهاز العضلة عند الإنسان مكون من نحو 475 عضلة هيكلية التي تشكل حوالي 40% من وزن الجسم. إذن أصناف العضلات الهيكلية قلنا كاين مجموعة من الأصناف. إذن كاين عندنا، لاحظوا معي نرجعوا لهذه الصورة، عضلة مسطحة، عضلة مغزلية، عضلة شريطية طويلة. دونك إذن هذوما العضلة. غير هنا بالنسبة لعضلة المغزلية أو العضلة الطويلة، الأوتار ديالها لأن الأوتار يعني الجوانب ديال العضلة، الوتر شنو هو الوتر؟ هو اللي كيربط العضلة مع العظام. فالعدد ديال الوتر كيمكن تسمية العضلة بالنسبة للعضلات الطويلة. بحالاش مثلا ملي كتكون عندي عضلة فيها جوج الأوتار، اش كنسميها؟ عضلة ثنائية الرأس. مثلا فيها ثلاثة الأوتار اش كنسميها؟ عضلة ثلاثية الرأس. إذا كنسميه بيسيبس ثنائية الرأس، تريسيبس ثلاثية الرأس. كاين اللي فيها أربعة كنسميها رباعية الرأس، كوادريوسيبس اللي كيكونوا في عضلات الفخذ، إذا كوادريوسيبس إلى غير ذلك. إذن ملاحظة مقطع عرضي لعضلة بالعين المجردة. إذن هنا الصورة للمقطع، ثم الصورة الثانية هي واحد رسم تخطيطي لمقطع عرضي لعضلة. إذن كما تلاحظوا معي العضلة هنا، هذه عضلة طويلة مغزلية الشكل، لاحظوا معي الوتر المرتبط مع العظام. إذن في كل عضلة فهي كتحتوي على مجموعة من الأنسجة الضامة للألياف أو لحزم من الألياف العضلية. عندما نلاحظ ليفان عضليا بالمجهر نكتشف أنه عبارة عن خلية عضلية مستطيلة، مستطيلة وكبيرة تحتوي على عدة أنوية يعني نواة. إذا جمع ديال النواة. إذا لاحظوا معي في كل خلية عضلية فهي ضخمة كبيرة. من تقول ضخمة يعني ليست يعني واحد ضخمة ترى بالعين المجردة، لكن ضخمة مقارنة مع الخلايا الأخرى. إذا ثم متطلبات النشاط العضلي. اذا باش يكون عندنا يعني العمل النشاط العضلي يتطلب التقلص العضلي، اهاجة الخلايا للخلايا العضلية بواسطة السيولة العصبية الحركية والجليكوز وثنائي الاكسجين لدن يزود الخلايا العضلية بالطاقة اللازمة للتقلص العضلي، وهادشي تكلمنا عليه في الدورة الأولى في التنافس الخلوي. اذا العضلة الخلية باش تقوم بواحد الحركة ضروري نخصها النشاط، يعني خصها الانرجي، خصها الطاقة. وباش تكون عندنا الطاقه شنو خصنا؟ خصنا الاكسجين، ثنائي الاكسجين، وخصنا الجليكوز. اذا هادشي تكلمنا عليه في التنفس الخلوي. اذا لاحظوا معي، اذا عندما يدخل الدم غني بثنائي الاكسجين والجليكوز، اذا كيعطيه لهاد العناصر الخلايا العضليه اللي كتستثمرهم اكيد من اجل انتاج الطاقه. وبطبيعه الحال بتدخل الالياف العصبيه اللي كتصيفط السيوله العصبيه الحركيه كتم يعني تقلص العضله. اذا هنا غير باش نفهموا بان باش ننجز انا حركه شحال من جهاز خصو يتدخل، او شحال الوظائف. كاين وظائف الربط ووظائف الاقتيات. ومين كنتكلم على وظائف الاقتيات، فيها الجهاز الهضمي، فيها الجهاز التنفسي، فيها الجهاز الدوراني، وفيها الجهاز البولي، اربعه اجهزه. ومين كنتكلم على وظائف الربط كنتكلم على الجهاز العصبي، وكنتكلم على الجهاز العضلي. اذا تقريبا سته الاجهزه باش ننجز انا حركه، باش ننجز حركه سته الاجهزه كيتدخلوا. اذا شوف القدره يعني من اجل انجاز الحركه. شكرا على تتبعكم، الى المره القادمه ان شاء الله، وشكرا جزيلا.